السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم. صلوا على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم على ابراهيم، انك حميد مجيد. لعشاق البيام، عشاق البيام، رانا جينا هنا صورنا الجزء الاولاني اللي بارطاجيناه لكم البارح، والجزء الثاني هذا هو. هنا ما كاينش بزاف طوموبيلات خوتي، كاين ثلاثه حبات من، كاين ثلاثه حبات من، وكاينه زوج حبات بصح ماشي بيام. كاينه مرسيدس و فوكس فاغن. خاوتي نبداو بالبيام اكس 1. بيام اكس 1 هذه خاوتي تدير 23860 خاوتي. هذه لا ميزون هذه راهي دير انغيبوت، نقصت كاين طوموبيلات اللي منقصت لهم بزاف، كاين اللي منقصه 1000 اورو، كاين اللي ماشي منقصه فيهم. مثلا كيما هذه انا جايين خاوتي ما نزربوش، هذه خاوتي قلت لكم بي ام اكس 1 دير 23860، معناتها قريب 24000، معناتها 480 مليون جزائريه. سنه الصنع 2015، ماشيه 81562 كيلومتر، 231 بي اس. بي اس خاوتي كاين بزاف اللي راهم يقولوا لي واش معناتها بي اس. بي اس معناتها شوفال، معناتها حصان، معناتها هورس بالانجليزيه، معناتها قوه، باور، اكو فاهمين، معناتها القوه تاع الموتور. هذه فيما يخص هذه الاكس ا، صوروها من ذي الجهه. نجول هذه، هذه خوتي ما مش دايرين فيها اوفر، بصح هذه راهم دايرين فيها اوفر خوتي، هذه راهم دايرين فيها انجيبوت بالالماني اوفر اون فرونسي. هذه خوتي العزاز البي ام اكس 1 شحال كانت تسوى؟ كانت تسوى 51000 اورو، مليار و200 مليون جزائريه. شحال ولات تسوى؟ ولات تسوى 35750 اورو، معناتها ولات تسوى 715 مليون، 715 مليون، معناتها كو رابحين اكثر من 500 مليون خوتي العزاز. نقصوا لها، هذه سنه الصنع تاعها هي 2019، 11923 كيلومتر، القوه تاعها بي اس 190 بي اس. هذه خوتي العزاز فيما يخص هذه. هذه اللي قدامها ثاني بي ام اكس ا، كاع هما كيف كيف، وشنو سنه الصنع ماشي كيف كيف، هذه وهذه كيف كيف 2019 خوتي العزاز. هذه ثاني راكم تشوفوا فيها شويبه، الله يبارك ما شاء الله. هذه خوتي شحال كانت تسوى؟ كانت تسوى 43000، معناتها كانت تسوى 860 مليون جزائريه. شحال ولا تسوى دوكا؟ ولا تسوى قول 30000، 29000 و 80، قول 30000، 30000 اورو معناتها 600 مليون، راكم فاهمين، معناتها راكم رابحين 260 مليون، نقصوا 260 مليون جزائريه اللي هي 13000 اورو منقصينها. سنه الصنع 2019 ماشي 14282 كيلومتر، القوة تاعها الباور 140 بي اس، 140 بي اس فيما يخص هذو الثلاثة. نعطوها لهذه الكوتي، هذا الكوتي خوتي العزاز، راكم تشوفوا هذه الحبة بريك، هذه بي ام 318 دي، شابة الله يبارك ما شاء الله. دائما نقولها ونعاودها خاوتي، كي تشرو على لا ميزون ما عادش تخاف، فيها الكارونتي فيها كل شيء، بصح وشنو بارابور غاليين خاوتي. تشوفوا مثلا تلقى لي بري بون بري، بصح انا بخبرتي نقول لك باللي غاليه شويه، ممكن راهي برا يمكن ناقصه ب 1000 ولا 2000، فهمتوني، بصح تقدر تنيغوسي خاوتي، الحاجه المليحه في لا ميزون تقدر تنيغوسي. كورونا هذه سبحان الله ضرت العالم بصح ثاني نفعت العالم. المهم صلوا على رسول الله. هذه البي ام 318 دي تورينغ ام سبورت اورو 6، دوكا كي نقولوا التصوير صوروهم لكم من اللور. خاوتي دير 18860، قول قريب 19000، 19000 اورو معناتها اللي هي 380 مليون جزائريه، ماشيه 117922 كيلومتر. سنه الصنع 2017 و
150 بي اس ليكون في علمكم خاوتي الالماني ولا لي نورم مونديال في العالم يمشوا 15000 كيلومتر في السنه ماكسيموم، معناتها نورمال مو هذه راهي ماشيه 50000 كيلومتر وهي راهي ماشيه 117. ما ده حبيبنا ما كانش كما كان يقول لي خويا محمد تاع مونبولي تحيه ليه اذا يشوف فيا، قال لك ما ينعسش معناتها ما يرقدش معناتها قاعد في الفولون غير يسوق. المهم صلوا على رسول الله. كان هذه خاوتي الاعزاز قلت لكم شحال تسوى 380 مليون جزائريه 18860 اورو. كاين هذه ثاني الحبه هذه يا محينك بيام هذا خاوتي لا بيام يا جدك واش معناتها بيام بيام دبليو في 320 دي هذه خاوتي الاعزاز 13930 اورو قول 14000 14000 اورو معناتها خاوتي الاعزاز 280 مليون جزائريه 280 مليون جزائريه يزيدوا نحو لك 19% معناتها تولي خاوتي كي تشونجي نورمال السوق السوداء او كاع خاوتي تجيك واحد 240 مليون هذا بصح شنو نحو لك الجلد كي تدخل على الجزائر على كل حال ما بينه والو للمواطن. المهم خاوتي هذه 2015 15367 كيلومتر 184 بي اس ابكي على الصحه يا راجل. هذه الحبه الاخرانيه اللي قدامها ماشي الاخرانيه الاخرانيه في البيام خاوتي هذه بيام 318 اي تورينغ ادفانتاج 16860 اورو 17000 معناتها 340 مليون جزائريه 340 مليون جزائريه 2017 51000 كيلومتر 136 بي اس خاوتي الاعزاز راه تشوفوا الطوموبيل كيفاش دايره والسومه تاعها مثلا كيما هذه هذه دائما انا نقولها ونعاودها هذه افير والله غير افير بصح ما يخلوكش تدخلها للجزائر باسكو 2015 هما تاع 2017 وما مش حابين يدخلوها للجزائر قال لك خرده راك فاهمني على باش كيف خادمين بصح حسبنا الله ونعم الوكيل كل واحد ربي يحاسبه في قبره. المهم تحيه كاع خاوتي الجزائريين ربي يحفظكم وصلوا على رسول الله وانا نحب لكم الخير وماذا بيا كاع تكسبوا طونوبيات شابين وربي يهدي اللي خلق وخلاص. نصوروهم لكم من اللور خاوتي الاعزاز شابين ولا غير شابين طونوبيلات غير ما شاء الله بصح ما على باليش ما يخلوكش تدخلوهم للجزائر. واحد المغربي تحيه للمغاربه قلت هذاك النهار قلت التوانسه عندهم ناقص 10 سنين يخلوهم يدخلوا طونوبيلات ناقص 10 سنين المغاربه قلت ثانيه وقال ناقص 10 سنين ومن بعد قال لي لا لا واحد المغربي قال لي ماشي ناقص 10 سنين قال لي احنا 5 سنين قال لي وتعرف كي تدخلها ثاني نحو لك الجلد معناتها كيف كيف الحكومه تاع العالم الثالث كاع كيف كيف كي الجزائر كي تونس كي المغرب كي كاع كاع. المهم تحيه للشعوب ولا السلطه ما كان ليه ما عندنا ما ندير بها تحيه للشعوب المضطهده مساك الفقراء. المهم هذه المرسيدس هذه خاوتي الدير مرسيدس بنز هذه سي 200 افونت كارد 7 فيتاس دير 23730 اورو معناتها 480 مليون 2016 ماشية 59000 58000 كيلومتر 184 بي اس. نجول هذه الخريدة هذه الزينة هذه تحية الناس الجلفة وناس وقادة هو صاحب الكلمة باسات هذه 1.4 تي اس اي كومفورت لاين بلو مونسيون ليموزين هذه 13430 معناتها 270 مليون جزائرية 2015 ماشية 66700 125 بي اس. كملنا خاوتي الاعزاز هنايا بقاو زوج طونوبيلات خاوتي نكملوهم عليك ونقولوا لكم ابقوا على خير الخريف وبدا يطيح تناثر الاوراق. كان هذه خاوتي الاعزاز ميني كلوب مان الكلوب مان هذه دير 13 قول 14000 اورو 280 مليون جزائريه
2016 75000 كيلومتر 102 بي اس. من بعد تجي موراها هذه خاوتي كلوب مان 5 بيبان، وهذه ميني كونتش ريمان. ميني كونتش ريمان هذه خاوتي كشغل كبير عليها هذه شويه. المهم دير 31000 و 32000 قول 32000 32000 اورو 640 مليون. 2017 ماشي 33000 231 بي اس شابة ثاني. صورها لكم من اللوح. بقات هذه هي الحبة الأخرانية في البية لسونفا دي شابة. هذه لسونفا دي كنت واحد الوقت حاب نشري لسون دي زويت. هذه خاوتي العزاز لسون فان دي سبور دير 16660 مع عندها 330 مليون 2017 وماشيه 192000 كيلومتر 190 بي اس. المهم خاوتي العزاز واش نقول لكم، ماذا عساني انا اقول؟ اقول لكم صلوا على رسول الله، تهلاو في رواحكم، نحبكم في الله، الى فيديو اخر ان شاء الله اذا حب ربي. اللي يشوف فينا اول مره يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، ودعمونا على الباي بال ماديا اللي يقدر واللي ما يقدرش يدعمنا بصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، والبارتاج في انستغرام وفيسبوك ليستفيد الجميع. تعوا لي معاكم وقولوا لوالديكم يدعوا لي معاهم. الله يعطيكم الخير وربي يحفظكم. السلام عليكم الى فيديو اخر. صلوا على رسول الله. شكرا على المشاهده خاوتي اخواتي، صلوا على رسول الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه إذا كنت من المتابعين الجدد، فعل الجرس ليصلك كل جديد تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صلى الله على رسول الله. سلام.